أعزائي المشاهدين وعبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير، معنا راعي هذه الكنيسة النائب الأسقفي المونسنيور غازي خوري. نرحب فيك أبونا ونقول نهارك جميل إن شاء الله اليوم، وشكرا لهذه المقابلة وهذا اللقاء الجميل. نهاركم أسعد، أهلا وسهلا فيكم، أنتم من أهل البيت. الله يسعدك يا رب. احنا بصراحة موقع هذه الكنيسة دائما تدعو للتساؤل، انه لماذا اختارت الكنيسة المارونية اختيار هذا المكان في هذا الموقع لبناء الكنيسة؟ يعني هي الكنيسة المارونية مع جلالة الملك المغفور ملك الحسين، نعم الله يرحمه، هو غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس الصفير كمان الله يرحمه، نعم، المثلث الرحمات، فمع بعضهم اختاروا هالمكان لأنه هو يشبه طبيعة لبنان، نعم، وطبيعة عناية، فكما مار شربل بعناية بمرمرون عناية قاعد على راس الجبل، فأرادوا أنه هالرسالة تكون على راس الجبل أيضا. حلو حلو جميل. بصراحة توقعت أنه يكون لأنه أقرب لتضاريس وجغرافية لبنان، صحيح، نعم، بوسط الحديقة وبوسط الغابات، صحيح، الأشجار. نحن هون على منتزة عمان القومي. منتزة عمان القومي، نعم، هذا اللي هنا. مونسنيور غازي خوري، هل ممكن أنك تحدثنا عن رسالتك الروحية؟ كيف بدأت رسالتك الكهنوتية؟ نرجعك كثير لورا، كثير من زر حاشا نعم، العمر كله يا رب. تسلم. وأيضا شعارك الكهنوتي شو كان وماذا حققت من هذا الشعار؟ إذا سألوني أنت أمتى بلشت دعوتك، بقول له من زر حاشا مثل إرميا. سمعت صوت الرب أنا وفي أحشاء الأم، يعني ولدت عبرتي وعم بتدمع عيوني، وكان وقت يقولوا لي ستك ام امك عم بترتل، كيف كنت تبكي انت هي وعم بترتل؟ فمن هون نشأت دعوتي. كمان كنت حب اكثر الالعاب اللي العبها كاهن، كنت العب لعبه الكاهن والملك والاستاذ والمعلم. كيف من الطفوله الواحد تشكل شخصيته. كنت اعمل قداس، يعني اجيب اربص روب وحط طاوله عليها شرشيف واعمل قداس. قد كان عمرك يعني؟ ما بتذكر، يعني كنت صغير، والاربع يعني خمس سنين والسبع سنين. وحتى اختي مارلين عمدوها بكنيسه مرمرون جزين وما قدروا يعملوا لها الزياح، وكلني الكاهن مع الشمع انه اعمل لها الزياح بالبيت، زيحت بالبيت. وكنت اكثر شيء من فتره القداس حافظ قديشات قالوه، هي اكثر الاولاد بيحفظوها وبيرتلوها، يعني عندنا الموارني يعني كطقس ماروني. وكنت وقت روح مع رفقاتي مشاوير كانت دائما رتلهم على الطريق نحن وماشيين عم نركض او عم. وبعدين كنت كثير مثالي بعمر المراهقه، كنت نصب حالي موجه للشباب والصبايا اللي بعمري. يعني متى ارتسمت كاهن؟ ارتسمت سنة 1992، نعم، صار لي 27 سنة كاهن، ب 31 تموز عيد تلاميذ مرمرون، لأنه نحن كنيسة مرمرون بجزين على اسم شهداء مرمرون، نعم، تلاميذ بهالوقت. وكانت رسالتك الكهنوتية أو شعارك الكهنوتي؟ أنا شعاري كان طوبى للساعين إلى السلام. نعم. وأخذت شعار تاني كمان، روح الرب مسحني وأرسلني لكي أبشر المساكين فهو الشعارين أخذتهم بكهنوتي، شعار داخلي طوبى للساعين إلى السلام، وشعار كمان عام للناس هو مسحني وأرسلني لأبشر المساكين. وماذا حققت؟ حققت انه قد ما في وما بنوجد بخلي حل السلام بالهدوء بالتروي بالحكمه،
بتمييز الأمور، بالتعامل مع الناس كل واحد حسب طبعه. وبالنسبة لمسحني لأبشر المساكين، دايما صوت صارخ في البرية، أعد طريق الرب. مونسنيور، أنت من خلال خدمتك في الرعاية، هل احتجت أنك أنت تكون داعي سلام أو شخص يتدخل في أنه يسعى للسلام في المناطق اللي خدمت فيها ككان؟ أكيد أكيد أكيد، لأنه نحن وضعنا بلبنان حساس، وخصوصا بمنطقة الجنوب. نعم. أنا عشت 9 سنين كهنود بمنطقة جزين. نعم. بأحلك الظروف، بظروف الانفجارات والقصف وهذا. نعم. فكانت الناس والشبيبة ضايعة، وكنت دايما أعطيهم جرعة أمل وجرعة رجاء، وكنت أعيش معهم الحلو والمر. نعم. وكنت أخترع لهم احتفالات ومهرجانات رغم كل المآسي لحتى لشيلهم من الوضع المأساوي والحزين. نعم. شهدت كتير انفجارات، شهدت كتير ناس عم بيصيروا أولاد يتامى، النسوان أرامل. فكنت دايما أشتغل لحتى قال لهم أنه في عنا رجاء، ولابد ما هالظلمة تنشال ويجي النور، ولابد ما العتمة تروح، ولابد ما هالحرب تنتهي، ونضل بأرضنا ونقدر نضل شاهدين ليسوع المسيح بكل المآسي اللي عشناها. حلو. يعني إذا من هون إجت شعارك الكهنوتي من ضمن الظروف، الظروف اللي ارتسم فيها ككاهن، وكانت لبنان تعيش في هذه الظروف. صحيح. من هيدي خلتني طبي أكتر وأكتر شعاري الكهنوتي. نعم. حلو جميل. بدنا نسمع منك قديشة. لا بصوتك. صوتي مش كتير حلو، صوتي روحاني بس ماني مطرب يعني. يعني ما بدك تسمعني؟ لا بسمعك. قديشات قالوا، قديشات حيلتون، قديشات لو ميوتو اترحم علي. بهالمناسبة هلأ شغلي الشغل براسي بفترة وجودي بالأردن أنه أقدر حضر بكرة وقت يصير جاهز الموضوع بنعلن عنه بتفاصيله، بس أقدر حضر مؤتمر سرياني. حلو. في قلب الأردن يعني. حلو. وبدي اسعى اتعاون مع كل العائلة السريانية الموجودة بالأردن. نعم، في عدد كبير من السريان. نعم. هلا صار خاصة مع وجود العراقيين. صحيح. صحيح. نعم، زاد العدد. صحيح. كيفك انت وخدمتك الكهنوتية حاضرة في الأردن مع موضوع التهجير العراقي اللي صار؟ لسه لا يزال كان في المركز الماروني فتح أبوابه للمهجرين. صحيح، مثل بقية الكنائس. نعم، وقت جلالة الملك طلب من كل الكنائس. نعم. بس هيدي الفترة قبل ما أجي أنا يعني. نعم، قبل ما تيجي. وهلأ يعني كيف تواصلك معهم؟ لا زال؟ لا أكيد التواصل مع العراقيين موجود. نعم. وبعضهم بحنوا لهالمكان، بس أغلبية اللي كانوا بهالمكان سافروا. سافر. نعم. بس بقية العراقيين بيجوا على الكنيسة كزيارات، بيجوا على كمان المنتزه بيقعدوا. نعم. كمان وبيجوا كل 22 بالشهر كمان بيقدسوا. نعم. وبيضلوا فترة هون. في تعاون بين الكنيسة الكلدانية والكنيسة المارونية؟ أكيد أكيد. أنا عملت. نعم. دعاني بنا زيد لمحاضرة عملتها لشبيبة العراق. نعم. الكلدان عن قريب اليسوعية أو عد الفرير. نعم. بعمان. وكان موضوع المحاضرة الهوية والانتماء. نعم. حلو. الشباب. نعم. مونسنيور، عرفنا مؤخرا أنك أنت ناقشت رسالة الدكتوراه، فماذا كانت الرسالة تتكلم عن؟ ايه. وطبعت كتاب هلا. نعم. كمان هلا انا ناقشت للدكتوراه واخذتها بال 2007. نعم. حول موضوع بالقانون الكنسي، حول موضوع هويه الكاهن الماروني من كتاب الهدى للشرع الخاص، يعني مرورا بالمجامع. يعني مرحله هي اكيد الدكتوراه هي رعويه قانونيه، بس عملت الديمارش التاريخي للموضوع يعني. نعم. وحكيت عن واجبات وحقوق الخوري الرعي الماروني.
بالتحديد أكيد هو ضمن القانون العام للكنيسة الكاثوليكية الجامعة. وهلأ أنا عم بطبع الكتاب وبدي أنشره على الجامعات بالأول، وإن شاء الله أنه أرجع أشتغل فيه لحتى أنشره على العامة. هو باللغة الفرنسية عملته، نعم. فإن شاء الله أنه بجرب حوله للعربي، بده ترجمة. بس هو يعني نوعا ما شوي اختصاص قانوني يعني، نعم. بدي أشوف كيف بدي حوله للغة العامية يعني للغة الشعب، نعم. يعني لقدر هيك. أنا كنت بأوروبا بروما بالألفين وواحد، نعم. للألفين وأربعة، ومن ثم رحت بالألفين وأربعة على موناكو مونتي كارلو إمارة بجنوب فرنسا، وقعدت هونيك 4 سنين نائب خوري رعية الكاتدرال اللي بيصير فيها الاحتفالات الرسمية، نعم. للإمارة. وبهالوقت أنا عملت دراسات كمان لاهوتية روحية مع الدراسة القانونية، وعملت الاختبار الرعوي برعاية أوروبا يعني. فمشان هيك. وتخصصك القانوني أهلك أنك أنت تشتغل في برضو الحقن القانوني؟ نعم اشتغلت، نعم صحيح، اشتغلت بالحقل القانوني وبالحقل الرعوي، نعم. لأنه أنا كنت قاضي بالاستئناف بمحكمة الروم الكاثوليك مدة تقريبا 3 سنين 4 سنين، وبذات الوقت كنت نائب أسقف بأبرشية صيدا المارونية لشؤون الكهنة. كنت أنا أهتم باجتماعات الكهنة وبالرياضات الروحية تبعول الكهنة وببعض أمور بتخص الكهنة والأبرشية، فكنت حاطط كمان كل تقلي بالموضوع الكهنوتي. من شان هيك كمان كنت بذات الوقت عضو بلجنة التنشئة الدائمة التابعة للبطريركية المارونية، كان مسؤول عنها المطران شو اسمه جو معوض من قبل سيدنا البطرك، وكنت بمكتب شؤون الكهنة التابع لأبرشية للبطريركية المارونية اللي كان يهتم فيه المطران سمعان عطلة كمان. نعم. انت خدمت كمان في أبرشية صيدا المارونية؟ صحيح صحيح، مع الكنائس الرسولية. خدمت بالكنيسة المارونية، وأكيد كان في حوار مع الكنائس الرسولية ومع المسلمين أيضا. نعم. يعني أنا كمان بدي كفي قبل ما أرجع لأبرشية صيدا المارونية، كمان قعدت نائب رئيس الرابطة الكهنوتية بلبنان لمدة 3 سنين كمان. وكنت كمان مع مجموعة علماء مسيحيين وإسلام، كنت روح أنا وياهم على كل المحاضرات والمؤتمرات والمناسبات ونحضر فطور وكتير أمور. نعم، نشاطات رعوية روحية مشتركة. فهذا خليني كمان بعلاقة مع المسلمين بمنطقة صيدا. أولا أنا خدمت 9 سنين قبل ما سافر بجزين ومنطقتها وبأحلك الظروف، نعم. ورجعت سافرت مدة 7 سنين على الخارج، رجعت جيت 9 سنين على لبنان، خدمت بمنطقة جزين شي سنة ونص، ونزلت على الساحل خدمت بدرب السيم مغدوشة مدة 8 سنين، نعم. وهونيك أكيد صار في لقاء مع إخوتنا المسلمين، نحضر إفطارات، نروح على عزائهم، نجي على أفراحهم، وهني كمان يشاركونا هالشي. وأنا بالحقيقة يعني بهالفترة كنت كمان خوري الفلسطينيين القاعدين بهيك المنطقة. كان امتدادي من حد صيدا لحدية ضيعة أو مدينة رئيس نبيه بري المصيلح، نعم. فكنت بهالمنطقة كلها صول وجول، وعامل مقابلة كمان مع جريدة فلسطينية، نعم. القدس، اجوا اخذوا مقابله معي حول وضع الفلسطينيين وحول تطور المجتمع الفلسطيني وغير ذلك. نعم. طب كيف بتشوف يعني اجواء العيش المشترك اللي بالسائده في الاردن يعني يعني رايك في هالمعايشه والمواطنه بين الاسلام والمسيحيه؟ هلا في حياه مشتركه، نعم. وبيهتموا ببعضهم بأصول الحياة. هلأ عمان بعتقد مدينة فريدة من نوعها بهالمجال، هي مدينة الحوار، نعم. ومدينة الثقافة،
ففيها مؤتمرات كتيرة وفيها ندوات كتيرة، والمسيحية والإسلام بيشاركوا بعضهم بحياتهم اليومية، ونحن دعينا عدة مرات كمان خصوصا بأسبوع الوئام. نعم. اللي أعلنوا جلالة الملك أنه نكون كمان موجودين باحتفالات فيها المسيحي والمسلم، وسلمنا كتير على مشايخ إسلام، وكتير مشايخ إسلام هون بمرج الحمام خصوصا عزمونا لنزورهم ببيوتهم يعني. نعم. وأنا بالأخص أول ما وصلت على عمان كان في كيسيد، هي مؤسسة أنشأ الملك عبد الله بالسعودية وقتها. نعم. مش الملك عبد الله بالأردن، جلالة. نعم. الملك بن عبد العزيز، وهيدي مركزها بفيينا. وعملت لنا مؤتمرات بعمان وبلبنان ببيروت، وألفنا أسسنا منصة لرؤساء الأديان في العالم العربي. وغبطة البطريرك الراعي انتدبني مندوب من اسم باسمه على هالمنصة هيدي، وهلا أنا عضو تنفيذي بهالمنصة. وعنا يعني عنا مؤتمر عالمي رح يكون بفيينا ب 29 تشرين الأول حول مناهضة العنف. في وسائل الإعلام والاتصال وفي اللغة اللي بيحكيها الإنسان. فأنا صار لي تقريبا شي سنتين عضو بهالمنصة هيدي. وكمان المعهد الملكي اللي رئيسه أو من أمنائه الأساسيين الأمير حسن. أمير حسن. فكمان بيدعينا لمؤتمرات بعمان بتصير كل سنة ولنشاطات. نعم. فمنشارك فيها. نعم نعم نعم. فلا في جو من بعد يعني لبنان والأردن وعمان، بيروت وعمان هن المدينتين اللي بيتنافسوا على الخير. نعم. لإرساء مبادئ الحوار والتعايش بين الناس على الأرض العربية هيدي. نعم. بدنا نرجع لسؤالنا لإلك مونسنيور، هلا بما إنه خلفيتك القانونية وعملك في المحاكم وكنت قاضي، فهل ترى إنه الاستقلال القضائي للكنيسة المارونية في الأردن بما إنك أنت موجود، فلماذا لم يتحقق؟ هلا هو بالأردن مثل بلبنان الكنائس الروحية هي عندها استقلاليتها. نعم. وهي مشرع لها في المملكة الأردنية الهاشمية. نعم. هلا بس الفرق بين لبنان وهون إنه بلبنان القانون الكنسي مقبول من مجلس النواب، مصدق من مجلس النواب. نعم. وعندنا أحوال شخصية مستقلة عن الأحوال الشخصية الإسلامية بلبنان، فالإرث والوصية، التبني، كمان البطلان والطلاق والفسخ والهجر، وكتير أمور يعني تتعلق بالكنائس الروحية وبتتعلق بقانون الكنسة مش بالقانون الإسلامي. والمحاكم الروحية بتنفذ القوانين المسيحية، والأحوال الشخصية القوانين اللي وضعها مجلس النواب لغير المسلمين. هي خاصة بالمسيحية، مش هيك عنا بلبنان نحن عنا انه البنت مسيحيا تورث مثل الشاب. في عنا مناصف يعني وعنا وحدة. هون بالأردن يعني هلأ اللي عم بيقولوا انه بدهم يطوروا او بدهم يستحدثوا قانون. نعم. بس بالأردن ما زالوا بيطبقوا من الأحوال الشخصية القانون الإسلامي لحديت. نعم. هلأ هذا الموضوع اللي بيخلي انه تظهر انه المحاكم الروحية هون ما عندها استقلالية، وبالتالي لا مش مزبوط، المحاكم الروحية بالأردن عندها استقلالية. نعم. بس بعدها لحديت هلأ بالأحوال الشخصية مجبورة تطبق القانون الإسلامي. نعم. إسلامي ليكونوا قدروا وصلوا
ككنائس، وهذا اللي عم نسعى عليه من اول ما جيت. يعني رح يصير شيء مشترك موحد بين كنائس، هل عم نسعى له؟ وبعتقد وبعتقد بوجود الاساقفة وتعاونهم مع بعضهم بالاردن رح نوصل نوعا ما لقانون موحد، ان كان باصول المحاكمات ان كان وان كان بكثير امور وان كان بالاحوال الشخصيه. نعم مونسنيور، نحن كوننا في كنيسة مار شربل وصيت قديس مار شربل عبر كل القارات وكل البلاد، فروحانية مار شربل كيف هون عم كمان إنها حضورها الفعال في هذه الكنيسة، كيف قادرة روحانية مار شربل كمان تستمر في هاي الكنيسة في الأردن؟ تعطيني وقت شوي؟ أكيد لأنه بدي أحكي بالموضوع على كذا صعيد. نعم بالأول الصعيد الشخصي، أوكي. مار شربل هو شفيعي. أها حلو. هيك. كمان بال 1962 مبدئيا أنا ولدت على الحياة، يعني تطويبه وإعلان قداسته كنت أنا مرافقهم. نعم. فالتطويب طلعنا على عناية بعد ختام المجمع الفاتيكاني الثاني. وقداسته اعلان قداسته بال 77 كنت بروما. نعم. رحت لي المشاركه بالقداسه. كبيره يعني. وهل العمق الباطني الروحي، رغم انه ما اخذ شهادات عاليه باللاهوت، بس عمقه ودخوله الى داخل اعماق ذاته واكتشاف يسوع بداخل اعماق ذاته، هيدي شغلة كتير أنا بتأمل فيها وبخدها لشخصيتي ولحياتي الكهنوتية. فمار شربل زاع صيته، وبما أنه كان على أيام العثمانية والمصريين فضل مرافق الشعب اللبناني وكل شعوب العالم بمقاسيهم، لأنه عايش كمان مقاسي الحرب. نعم. وبيه راح على الصخرة وتوفى ربي بدون بي يعني. نعم. فربي بجوار الكنيسة بجوار المغارة بالحقل بالأرض، يعني هو ابن الأرض. نعم. فهيدي اللي خلت أنه مار شربل يصير قديس الشرق الأوسط وقديس العالم كله. نعم. لأنه الله الآب ويسوع المسيح الله الابن أرادوا أنه يبرزوا هالشخصية بعالم المادة. نعم. وبعالم الإلحاد وبعالم المنطق البشري اللي. نعم. كتير قاسي، فأبرزوا هالشخصية هيدي اللي هي بتكون مع العالم. أولا بتوعي العالم وتساعد العالم على الثبات بالأرض. نعم. ثانيا على الانتماء الوطني. ثالثاً على الانفتاح وقبول الآخر. لأنه اليوم نحن بحاجة للوحدة في التنوع. هلأ نوصل لمواضيع كثيرة لأن هاي تفتح لنا أفاق مواضيع كثيرة. فمار شربل انوجد بعمان مش صدفة وبالأردن مش صدفة. انوجد ليرجع الناس لحقيقة الإيمان. نعم. يرجع الناس للحياة الباطنية. نعم. يرجع الناس للثبات، لنشر الرسالة. عم بيطلب من الأردنيين مسيحية وإسلام إنه ينشروا الرسالة. نعم. رسالة الإنسانية. بدك تقولي لي مش الرسالة. نعم. المسيحية. بقول لك انا وقت تنشري الرساله. نعم. الانسانيه بتكوني عم تنشري الرساله الدينيه المسيحيه الاسلاميه. فمار شربل منه صدفه انوجد، وهو انوجد من خلال قرار المسؤولين ان. نعم. كانوا المدنيين او الكنسيين، وبالاخص المسؤولين الكنسيين. لانه كمان الروح القدس، واكيد مش كمان الروح القدس بيشتغل من داخل المسؤولين، واوقات كتير بياخدوا قرارات بتكون نابعه من الهامات الروح القدس يعني. نعم. باختصار بالنسبه للمركز الماروني هون في هالحديقه برضه باسم مار شربل، وعم نشوف دائما في جروبات عم تيجي وبتضلها تاخذ من هالروحانيه وتقضي كمان وقت جميل. يعني شو كانت الفكره من هذا البستان؟ هلا هاي الحديقه اكيد جلاله الملك حسين
وأول والله يطول بعمره جلالة الملك عبد الله. لقوا إنه في علاقة بين البعد الجسدي والترفيهي وبين البعد الروحي. نعم. فهن بحكمتهم خصصوا أو طلبوا من الجهات المعنية أن تخصص هالأرض للكنيسة المارونية. نعم. وتكون الكنيسة المارونية عندها رسالة مع كل الأردنيين مش نعم. بس الموارنة يعني أو نعم. اللبنانية. نعم. فأوجدوا لنا هالفسحة من الرياحة من الاستجمام من اللقاء، حتى كل الأردنية بيلتقوا هون. وأنا بتعجب أنه وقت حدا بيغني بيشتركوا كل الأردنية معه يعني نعم. ولو ما بيعرفوا بعضهم يعني نعم. وبيشتركوا اللبنانية والعراقية وكل عالم العال الشرق الأوسط أنه ينوجد على بقعة محددة، أنه هاي شغلة كمان فريدة من نوعها. فهالباب هذا هو أكيد للنزهة نعم. بس كمان الناس بدها تعرف انه هن موجودين بنزهة في قلب الكنيسة نعم. مش بنزهة ببستان نعم. لحالهم وهذا. فأكيد مضطرين أوقات كتير نعمل بعض القواعد للمحافظة على الجو الكنسي نعم. الروحاني. وهون كل العائلة الأردنية عم تجي هو مونسنيور هو حديقة والمركز الماروني. هل في مكان كمان للرياضات الروحية المبيت هون؟ بدي فتحتي لي باب لأحكي نعم. عن المهمات المسؤولين هون الكهنة نعم. وعن الآفاق يعني في نعم. عنا خطط. وأنا كمان على سؤال كمان إنك ماذا حققت للآن منذ تسلمك مهام الكنيسة وأيضاً رؤيتك للمستقبل ماذا صحيح. تنوي صحيح. أن تحقق؟ فخلينا بهالسؤال نعم. ناخد عدة قطاعات نعم. فإذا المسؤول هوني والكهنة المسؤولين عندهم رسالة أولاً تمثيل الكنيسة المارونية لدى العائلة المالكي ولدى نعم. الديوان الملكي ولدى الدوائر الحكومية. تمثيل رسمي تسميل تمثيل نعم. رسمي نعم. إن كان قدام الأردنيين أو قدام السفارات كمان الموجودة بالأردن نعم. هيدي ناحية. ناحية تانية في عنا مسؤولية الرعية نعم. وهون الرعية فيك تقولي رعية الجماعة الصغيرة وفيك تقولي رعية الجماعة الكبيرة والرعية العالمية، لأنه نعم. إذا فتحتي هوني وساهمت بالسياحة الدينية نعم. فبدك تفتحي آفاقك للعالم اللبناني للعالم الغربي كمان نعم. الأمريكاني والأوروبي وغيره يعني. هيدي ناحية. وفي عندك المركز هوني عنا عمال، في عندك الحديقة اللي حكينا عنها نعم. وفي عندك بيت مرشربي اللي هو نعم. للرياضات الروحية نعم. ومش بس الرياضات الروحية، الرياضات الروحية وهو للمؤتمرات للحوارات للمناسبات نعم. و كمان على الشاشة بالنسبة للحديقة ايه. وهو كلهم رح يتكاملوا نعم. مع بعضهم، إن كان الحديقة وإن كان المركز الروحي. وعندنا شقفة أرض كمان، في عندنا فكرة عمارة عليها كمان ثلاث أربع طوابق لنشاطات أخرى وفي عندنا نهر الأردن وفي عندنا سمعان العمودي إذا سمحوا لنا يعني. فعندك متسع من الرسالة. بيجوا الناس لعنا هون بيناموا بيترفهوا وبيعملوا حياتهم الروحية على مختلف أنواع، إن كان داديس، صلوات، لقاءات، اجتماعات، تأملات، ساعات سجود. لكل الناس. لا كل الناس. لكل الناس. الناس. يعني أنا. من أي كنيسة رسولية. أنا إيه. وأنا مش عم بقول هوني، أنا عم بروح للتبشير. نحنا ما بدنا نبشر حدا. بس نحنا وجودنا بحد ذاته. هلا بدي اسالك مونسنيور قديش في رعية من الجالية اللبنانية يعني كبير؟ يعني حسب يعني نسبة وجود يعني. دقيقة لا، بس انه في عندي علم انه نوعا ما تقريبا في 1000 ماروني ألف ماروني. ألف ماروني بالنسبة للعدد المسيحي بالأردن مهم نعم مهم مهم. وبعدين هوني الموارني عدة يعني فئات، في الماروني الأردني نعم.
اللي أخذ الهوية الأردنية. نعم. في الماروني اللي بيشتغل اللي بالأردن. نعم. وهون ممكن يكون لبناني وممكن يكون غير لبناني كمان. نعم. الموارني إن كان أساسهم موجود بلبنان بس هن شموليتهم أكتر من لبنان. نعم. وهذا اللي لازم. أنت تحكي عن الموارني اللبنانية. لا الموارني اللي هن مجنسين أردنيا اللي هن عم يشتغلوا بالأردن وعندهم معهم عيالهم وفي موارني عم يشتغلوا بالأردن وما معهم عيالهم. يعني في هلا وبعدين الرسالة هون لا تقتصر على الموارنة فقط. لا طبعا أكيد. كل شخص روحيا إن كان اجتماعيا للمحتاجين. نعم. وهون رح أبين هلالين كمان أحكيك شيء عن قضية المساعدات الاجتماعية. نعم. بس إنه هون هي كل عائلة كل شخص بده ينهل من الروحانية المارونية السريانية ومن روحانية مر شربل اللي بتسترد على هالروحانيتين الأساسيتين. نعم. هو يعتبر مستفيد ومفيد وبيفيد بالرسالة المارونية في الأردن يعني. هلا بين هلالين المساعدات الاجتماعية. نعم. المساعدات الإنسانية. الإنسانية. نحن منحب نساعد كل الناس. وكل بلاحظ انه في نشاطات كمان عندكم. ايه. وعندنا حفله. نعم. يعود رائعة لحتى نجمع مصاري لمساعده المحتاجين. نعم. بس هون بدي نوه بشغله انه كل طارق باب نحن رح نستقبله ورح نساله اسئله بس انا من اول ما جيت حتى اوصل المساعده للشخص المحتاج وحتى اقدر لبي كل الحاجات عم بطلب من الناس تجيب لي ورق من مصادرها الرسميه. نعم. ان كانت رعايا او مشايخ او جهات حكوميه. لي اولا لخلي في ارتباط عضوي بين المحتاج وسلطته الاساسيه. نعم. ومحل محل كاهن الرعية أنا. من أولوية كاهن الرعية يعرف هالمحتاج ويعرف بيته ويعرف حالته. صح. ولأول علاقة والانتماء الرعوي. نعم. لأنه مهم الانتماء الرعوي. أكيد. كلمة أنه نحن مسيحية وكل الكنائس كنائسنا ما برفضها بس ما بحبزها كتير. نعم. لازم يبلش من محل الواحد وينتمي لمحل. وكاهن رعيته يعرفوا حلي ونسب. نعم. وهو كاهن رعيته يبعث لي رسالة يقول لي انه هالإنسان بحاجة مظبوط وانا ما فيني ساعده ساعدني لألي لا ساعده لألو وانا ساعتها بساعده. نعم. بس انه لا افتح البواب هيك يلا اجاني واحد قال لي انا بحاجة دغري اعطي. اولا ما بعرف كيف رح تكون ناجحة. انت حطت نهج او نهج آلية للمساعدة. منظمة لموضوع المساعدة. بس في الى عدة انطلاقات كنسية. نعم. وانسانية. نعم. حتى في ناس مسلمين طلبوا مني المساعدة وعندي. نعم. شيخ اردني صديقي تلفنت له قلت له يا شيخنا شوف هالحالة هيدي. نعم. وقال لي عنا إذا كانت بحاجة يا خيي من ساعدها نحن مع بعضنا لأنه نحن كلنا جبهة واحدة. أعزائي المشاهدين ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين عدنا معكم مع المونسنيور غازي خوري لنكمل المشوار. مونسنيور كيف تتعامل الحكومة الأردنية مع الكنيسة المارونية من أي ناحية؟ يعني كيف عم تتعاملوا مع بعض من ناحية خدمة الكنيسة المارونية في الأردن، تعامل الحكومة الأردنية مع الكنيسة المارونية، وأيضا كيف تشوف التعامل مع أهل الأردن بين البلدين اللبناني والأردن، كون أنه في ثقافات مختلفة مع أنه تاريخيا العلاقات الأخوية والصداقة بين الأردن ولبنان مشهود لها يعني منذ زمن، فكيف تقيم هذه العلاقة؟
قبل ما احكي عن الوضع الحالي اللي هو بيمتد للتاريخ، بقول انه في علاقة وثيقة وعميقة بين البطريركية المارونية والمملكة الأردنية الهاشمية، وخصوصا العائلة الهاشمية، لانه ما في ولا بطرك ماروني اجا إلا ما كان بعلاقة تاريخية مع الملوك اللي حكموا الأردن. وبخص البطريرك الكاردينال المعوشي، مار بولس بطرس المعوشي، اللي كان عنده بتربطه علاقة وثيقة كانت مع الملك حسين. وهذا اللي بيظهر هالعلاقة هيدي، إنه وقت صار البابا بولس السادس الأردن والأراضي المقدسة فلسطين، كان البطرك المعوشي موجود. ومن بعد، وكان الملك حسين مقدم له سيارة للبابا بولس السادس بزيارته. ومن بعد ما غادر البابا بولس السادس الأراضي الأردنية، اتصل الملك حسين بالكاردينال بولس المعوشي وقال له راح اهديك هالسيارة، ما في غيرك يقدر يحافظ عليها، وانه ولا شخصية موجودة ومعروضة في بكركي في الخارج. بقى العلاقات قديمة، وان كانت البطريركية المارونية تطالب بلبنان الكبير، وإن كان الشريف حسين بوقت قائد الثورة العربية يطالب بالوحدة العربية، بس اثنيناتهم كانوا بذات العمق. لأنه أنا بتذكر كمان حسب ما قرأنا في التاريخ أنه الشريف حسين والملك فيصل ابنه قالوا للجماعات المتنوعة أنه ما تخافوا، لو عملنا لكم الوحدة العربية فراح يضل لكم استقلال ذاتي وتعبير عن خصوصياتكم. ولكن الموارنة في لبنان أرادوا أنه ما يفوتوا بالوحدة العربية بذاك الوقت، لأنه كانوا معتبرين أنه الشعوب اللي طالعة بعدها من الحكم العثماني بعد مش قديرة تعمل الوحدة في التنوع. أما اليوم مع كل يمكن المخططات اللي عم تنعمل ضد سايسبيكو وتغيير خرائط المنطقة، دور البطريركية المارونية ولبنان، لأنه اليوم رئيس الجمهورية أخذ قرار من الأمم المتحدة بإقامة معهد للحوار الحضارات في لبنان، والعائلة الهاشمية هون تقوم بدور الحوار الحضارات، فصاروا اثنيناتهم مع تنوع الدول ومع إصرار على المحافظة على خرائط الشرق الأوسط اليوم مثل ما هي، ضد تفتيت الشرق الأوسط، هن إنه يقدروا يوصلوا للوحدة بالتنوع اللي كانت منشودة بالحرب العالمية الأولى. مشان هيك أنا بشوف إنه العلاقة اليوم على في المملكة الأردنية الهاشمية مع البطريركية المارونية ومع لبنان تدور بهالسياق وعمقاً، وفي علاقات إنسانية عميقة، في علاقات ثقافة، لبنان مثقف والأردن فيه ثقافة، وخصوصاً العائلة الهاشمية مثقفة بعمق، فاثنيناتهم اليوم هن رواد، مثل ما رواد النهضة ورواد العالم العربي أو القومية العربية، هن رواد الحوار، رواد الثقافة، رواد الوحدة في التنوع. فأنا بشوف من هون علاقتنا مع الحكومة الأردنية علاقة كتير منيحة وكتير مهمة، ولا مرة عم نطلب شيء إلا ما عم بيتحقق، ولا مرة عم ندق باب إلا ما عم بيدغري منتلقى الأجوبة، ولا مرة نحن حسينا إنه العائلة الهاشمية أو السلطات الأردنية نأذاني منا. بالتالي نحن منحس إنه نحن منا مراقبين من السلطات الأردنية، نحن منحس إنه نحن ببيتنا. وبقول أنا إنه الأردن بحاجة للحضور اللبناني المتميز بالأردن،
ولبنان بحاجة للحضور الأردني بلبنان وبالأردن لكمان يقدر يكفي رسالته. اثنيناتهم بحاجة لبعضهم في قلب هالشرق الأوسط وفي قلب العالم، حتى بتشوف العالم كله بحاجة للتنوع اللبناني وبحاجة للحوار الأردني والثقافة الأردنية. ومن هون عم تلاحظي أنه بهالسنة نحن شهدنا إعطاء جوائز من مرجعيات مسيحية لجلالة الملك عبد الله، لأنه العالم الأوروبي والعالم الغربي بحاجة لهالمزيك الموجود بالأردن وبلبنان. إن كان العالم العربي بحاجة لهالمزيك وللسلام ولتقبل الآخر، والعالم الغربي أيضا اللي فيه اليوم صار فيه تنوع كمان بحاجة للمزيك الأردني واللبناني. يعني الأردن عم بيقدم هذا النموذج للعالم كله. طبعا نال التقدير العالمي لجلالة الملك في أنه يرسي قواعد هذا النموذج يعني منذ سنوات. وأيضا انعكاس العلاقات بين الأردن ولبنان واهتمام كمان العائلة الهاشمية وكحكومة كمان في الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والأهل اللبنانيين كمان عكس على الشعب الأردني، أنه يكون الشعب اللبناني له هالاحترام والمحبة والتقدير منا. فهل عم تلمس هذا الشيء كمان؟ صحيح، صار في تغيير يعني في النظرة. لا، عم يصير في تعمق بالنظرة مش تغيير. نعم، هالنظرة هيدي انه يكونوا بحاجة لبعضهم ويكونوا يحضنوا بعضهم بالرغم من اختلاف الثقافات والتقاليد والعادات. شو بهم؟ نعم. شو بهم؟ بهم انه الانسان بده يتجوهر، بده يتقدم. نعم. بده ينفتح، بده يحقق ذاته. فاليوم التنوع الثقافات والعادات بتخلي الانسان كمان يشوف قدي غنى ربنا. نعم. وبهالموضوع هذا بحاجة انه نتلاقى كشعوب متغيرين عن بعضنا، ولكن عنا هدف واحد لنقدر ندعم بعضنا، نستقي من بعضنا، نجوهر بعضنا. نعم. لانه المي اللي بتمسكرة على حالها طبعا مش تقدر تأدي غرضها، وبالتالي اكتر بصير فيها كتير ويعني مشاكل وازمات. اما الماء المنفتحة وجارية بصير في تنظيف وبتقوم بغايتها. وهيك الشعوب بحاجة لبعض البعض وبحاجة تتعرف على المتنوع عنا لا تغتني فيه، والمتنوع يتعرف عليها كمان هي المتغيرة عنه لا يغتني فيها. وهالغناء المتبادل هذا بيعطي حياة. بيعطي حياة. مونسنيور، انت منذ تسلمك مهامك في هذه الكنيسة تسعى لانك انت طبعا تكمل مسيرة البناء ومسيرة الرسالة اللي عم تقدموها كرعية مارونية في الأردن. فمن ما بدي أقول لك مشاكل، بدي أقول لك تحديات عم بتواجهها أنت هون لتحقق الرسالة أو في خلال مسيرتك وخدمتك. فممكن تحدثنا شو هي التحديات اللي عم تواجهها؟ هلا قبل ما أحكي عن التحديات بحب أحكي عن الوجه الإيجابي بالأول. وكل المعطيات الإيجابية بين إيديك. إحنا كل الوقت عم نحكي على إيجابيات بصراحة يعني. بس كل كل كل. بس كل يعني إيجابية تكتر إيجابيات، بس في ممكن تكون تحديات كبيرة. وضروري ضروري تضل في تحديات أصلاً. أكيد. هون المركز أسس تقريباً مشي 19 سنة. نعم. بالأول الرسالة بلشت بالشميساني مع المطران جورج شيحان اللي هلا هو مطران مصر. نعم. فبلش عند رهبات الوردية ويجمع ويعمل احتفالات ويزور الناس وكذا وكذا. بعدين نقلوا لهون من بعد ما وافق الملك حسين وحطوا حجر الأساس، بلشوا بالحفر. كان هون منطقة صخرية وما زالت، فعملوا صالة الملك حسين تحت. نعم. اللي كان تكنيسة قبل ما طلعت تكنيسة. نعم. لهون، وعمل بيت للكاهن. مه. وصار يستقبل الناس، وعملوا مغارة كمان هون بالبستان صاروا يصلوا فيها. نعم.
مسبحه. بعدين بال 2005 تم انشاء هالكنيسه هاي، واكيد نعم. مش بالسهوله يعني، صار في نعم. تبرعات وجهد وناس كتير اردنيه موارنه وغير موارنه، وهذا يرشد له دخلوا بعمليه العمار والانشاء والكذا نعم. فانوجدت هالرساله وشعت. بعدين وقت طلع المطران جورج شيحان مطران، اجا مونسيور جهاد نصيف نعم. كمان كفى الموضوع، وكان صارت الهجرات العراقيه نعم. فسكنوا عراقيه هون وعمل اوض سريعه لحتى نعم. يسكن، وبلشت عمليه الحضور الشعبي كمان يكتر اكثر واكثر نعم. والعراقيين اكيد يعني عززوا كمان الحضور بهالكنيسه يعني نعم. هلا وقت راحوا العراقيين رجع جاب مساعدات من كاريتاس لحتى يرجع ينهضوا بالبيت الماروني ليستقبل نعم. ناس وهيدا. ف اليوم نحن بحاجة لتعزيز السياحة الدينية نعم واحد نعم. فإذا نحن بحاجة لأمكنة أكثر معززة ولإدارة أكثر صلابة وبذات الوقت انفتاح نعم. عم بتساهم أنت في رسالة السياحة الدينية قد ما في وتشجيعها خاصة صحيح. بين بيروت والأردن ايه. وهون وقت يصير عنا 50 تخت ونعمر 50 تخت بصير عنا 100 تخت يعني نعم. بصير تقدر تستقبلي من لبنان ومن أمريكا بذات الوقت نعم. ويصلوا بهالكنيسة ويعملوا احتفالات ومهرجانات وهيدا، وبذات الوقت بيعززوا كمان العمل الرعوي، لأنه إذا بدك تتكلي بس إنه على الناس الموجودين هون الله يقويهم وعندهم أفكار، وأنا بدعي كل ماروني موجود بالأردن انه يجي ويعتمد هالكنيسه كنيسته مع وجوده ببقيه الكنائس نعم. اليوم الانسان في يكون ينتمي لهيك يعزز كنيسه نعم. اللاتين ويعزز كنيسه الموارنه يعني هذه ما حدا بيلغي حدا يعني وقت. وبدعي كل الناس الخيرين كمان ان كانوا متمولين او مش متمولين بالاردن بس بحبوا الرساله انه يجوا الموسيقاريه يجوا، لانه عندنا مشروع موسيقي كمان يمكن نوصل لمدرسة موسيقية أو لمعهد موسيقي هون ونعزز الجوقة وتصير كمان جوقة شوي على مستوى الشرق الأوسط هيدا. لأنه ما حدا ليك وقت الواحد بيهتم أنه يعزز حاله ما بيكون عم يلغي غيره وغيره إذا ساعدوا بالتعزيز. اليوم أنا إذا كنيسة اللاتين أو كنيسة الأرثوذكس أو أخواننا الآخرين المسيحية بحاجة لموهبتي بشي بروح بعطيهم موهبتي طبعاً. لو كنت عم بروح عند اللاتين أو الأرثوذكس أو الروم الكاثوليك ما كلنا أصدقاء، بعطيهم موهبتي وبعيش بكنيسة الروم الكاثوليك وبعيش بكنيسة الروم الأرثوذكس وبعيش بكنيسة اللاتين ولو كنت ماروني نعم يعني هذا. وما حدا بياخد شيء لا حدا يعني عم ننسق مع بعضنا الكهنة يا خيي بقضايا القانونية اللي بحب يعمد هوني أنا ما بعمد له إذا كان روم أرثوذكس بيروح لعندك للكاهن للروم الأرثوذكس نعم. إذا بتحب تجي تعمد له هون أهلا سهلا، بتحب تعمد له لا بكنيسة الروم الأرثوذكس كمان منيح نعم. يعني ما في عملية، بس إنه وقت ننهض مع بعضنا من أنه الموسيقى المسرح الفن العلاقات الاجتماعية نعم. كلها تصير هون من احتفالات هاي بتصير منيحة حلو طبعا. وبعدين العلاقة هون وبنهر الأردن نعم. هي هلا السؤال على نهر الأردن يعني ماذا يعني يبكي حصل؟ يدميني لا بس ماذا على كل حصل يعني إن شاء الله خير إن شاء الله خير. موعودين من فترة طويلة إنه هلا نحن البروجيات نوعا ما عم تصير بارك البطرك الحجر ايه الأساس ايه. لكن ما صار نحن ما نعمر ما نعمر وما نمشي مرحلة مرحلة، بس كمان في العلاقة مع إدارة المغطس نعم. والعلاقة مع اليونسكو لا يتحدد الموضوع فينا وحدنا نحن بس نحن مستعدين نبلش بالمراحل نعم. بالمراحل الأولى والوسط والكذا ونعمل. أنا بالنسبة لي وقلت لك إياها ويمكن قلتها قدام وزيرة السياحة السابقة لينا نعم. عناب ويمكن شوي قدام الأمير غازي إنه عنا قرية مسكونية بالمغطس نعم. فريدة من نوعها مش موجودة بالعالم كله، وإذا كان موجودة أقلية نعم.
عندنا الإنسان الماروني أو الكاهن الماروني لأول مرة بنوجد حد قسيس لوزري، حد كاهن قبطي، حد كاهن أرثوذكسي، حد كاهن أرمني. فهيدي قرية مسكونية. واحد. اثنين، تكون قرية روحية للاستشفاء الروحي. حلو. عندك يجيبوا علماء روحانيين بروحانية الصحراء، روحانية المعمودية، روحانية يوحنا المعمدان، روحانية المسيح. ويقعدون بهالمنطقة يستقبلوا العالم كله للإرشاد، الرياضات الروحية، الاعترافات. حلو. وإذا كان حدا بحاجة إنه يتنفس، يتطبب من الناحية الروحية، هيدي منطقة موجودة للاستشفاء الروحي. بعدين يصير في إصدارات بالنهر الأردن مثل إصدارات البحر الميت، من كتب روحية، من كذا مسابح، غير شيء غير شيء. لحتى الناس ياخذون مياه مقدسة كمان، تذكارات وغيره. يصير في إصدارات من نهر الأردن، بتجي العالم بدون ما تتعبي تجيبيها. وقت يكون في آباء روحيين موجودين بهالصحراء هيدي، بتجيب العالم من العالم كله، لأنه مين مش بحاجة لاعتراف؟ صح. مين مش بحاجة لكلمة روحية تغذيه؟ مين مش بحاجة لحتى يشفى روحيا؟ مظبوط. طيب اليوم الناس بطلت كتير تعترف برعاياها، بطلت تعتبر كاهن الرعية هو مرشد، مع انه كاهن الرعية هو المرشد الاول. فعندك حالات من التقسيم، من الشغل الروحي العميق، من الارشادات، من الاعترافات، بتصير بنهر الاردن. وبيعمل كل كنيسة بتعمل برامج خاصة فيها، وكل كنايس بالاردن بيعملوا برامج موحدة. انت هلا نظرتك هذه على الموضوع المختص كقريه مسكونيه زي ما انت تفضلت، لكن هلا كنيسه مار شربل، كنيسه مار شربل نحن رح نعمل الخطوه الاولى. اذا سمحوا لنا هيئه المختص والاونسكو انه نعمل سياج اولي، نسهمد الارض، ونعمل البنى التحتيه، ونعمل اول يعني اذا قدرنا اول طابق مع مسبح خارجي. بتصير بتبلشي تستقبلي بالمسبح الخارجي، بأول طابق الهول تبعوله بتحاولي مسبح داخلي مؤقت لكون قدرت تطلعتي بالكنيسة. هيك بتصيري تستقبلي فرق، بتنيميهم هون، بتعززيهم هون، بتبرميهم الأردن، وبتاخديهم على نهر الأردن. كمان ببلشوا لتكوني بلشت المرحلة الثانية اللي هي الكنيسة. وهذه بالكنيسة بتكون مرتبطة رعويا بكنيسة مار شربل بعمان؟ أكيد. أكيد. أم رح يكون في إلها مؤسس يعني رهبنة أو لحديت هلأ؟ لا، الكاهن اللي بتعين تحت بيكون من جماعة مار شربل. بيقعد هون، بيتغذى هون، وبينزل عنده إقامة تحت إذا كان في عجقة ناس وهيدا. بس بدي خلي العلاقة بين هون وتحت قوية. يعني إذا كان في إكيبات عم يجوا لهون ينزلوا لتحت، وإذا في إكيبات عم ينزلوا لتحت يجوا لهون كمان. بعتقد مونسنيور يعني الرعية والمحبين اللي عمروا هالكنيسة الجميلة هذه بكل أقسامها وفعالياتها قادرين إنه يعمروا كمان كنيسة المختص. أكيد. وهذه كنيسة عالمية لا تتحدث فقط بأبناء رعية مار شربل يعني الموجودين. لأنه راح تكون في تواصل بين موقع سياحي ديني وبين العالم المسيحي. صحيح. الماروني كمان. صحيح. اللي برا عندك بالعالم. عندك نوعا ما فوق 4 ملايين ماروني بالعالم. ما بين البرازيل واستراليا وكندا، لما يلاقوا انه في لهم مكان في المختص وعم يجينا وفود من برا كمان، وعم يعرفوا نحن الكتيب والبروشير. صارت هلا الكنيسه هون معروفه مونسنيور، كنيسة مار شربل، والكل يعني بيعرف انه في بالاردن كنيسة. صحيح. مار شربل. ما ننسي مع الرعاية والابرشيات بالعالم كله. ومع كمان مكاتب السياحة بالعالم كله لحتى تعملينهم هالحركة. واكيد بتعزز الموسيقى، بتعزز الرسم، بتعزز المسارح، بتعزز كذا لحتى الوقت يجوا الناس لعندك. كمان في شيء عم تعطيني اياه. وهون كل واحد عنده موهبه بالاردن يجي يتصل فيي، هذا عبرك هلا بسواق. فانا لازم نشجع كل المواهب ونشغل كل المواهب. كمان مونسنيور بنعرف انه في ذخائر حيه في كنيسه مار شربل للقديس مار شربل، وايضا القديسه رفقه كمان. صحيح.
فهذه الدخائر خبرنا عنها، خاصة إنه نورسات كمان نقلت قبل كم سنة إنه حضور الدخائر كان في احتفال كتير رسمي وكبير ونوضعت في هذه الكنيسة. نعم. اللي بدي أقوله قبل ما أحكي عن الذخائر بالتحديد، الكنيسة هي أكيد شعب ومسؤولين. نعم. الشعب نادى مثلا انه البابا يوحنا بولس الثاني هو قديس، بس مين مشي بالخطوات واعلن قداسته؟ مسؤولين الكنيسة. نعم. فالشعب ممكن تجيهم مواهب، ممكن يقرروا يعملوا رسالة بمحل، بس مين بيحمي هالرسالة ومين بيميز هالرسالة ومين بيسمح لهالرسالة تعمل ومين بيضمنها ومين بيوقفها ومين بيطلقها؟ نعم. المسؤولين. نعم. مش عم بقول هيك لأقول إنه ما لازم المؤمن يصلي وما لازم المؤمن يقول شو عم يحس، بس وقت المؤمن بده يصير رسول للجماعة ما بيصير باسمه رسول للجماعة. بيصير باسم الكنيسة رسول للجماعة. نعم. ومين بيضمن هالشي ومين بيميز بيقول له ايه كفي شغلك؟ هو مسؤولين الكنيسة. لأنه شو ما كان المسؤول هو مرسل من قبل الجماعة بواسطة مسؤولين. نعم. والوضع اليد بيكون لإرساله بيكون من خلال جماعة المسؤولين. طبعا. المسؤولين يوم في إذا كان جماعة ما بلا مرشد بلا كاهن ما لازم توجد. هذا رأيي. هلا في ناس يمكن يقوموا لي، بس أنا بقول الكاهن بلا الجماعة ما بيقدر يقوم برسالته، بس الجماعة بلا الكاهن ما فيها تضمن. هودي وقت موسى. نعم. وقت موسى طلع على الجبل بتتذكري. نعم. وعين خيه هو يكون مسؤول عن الجماعة وخيه ضعيف الشخصية. الجماعة جروه لمحل لا يحمد حكم. نعم. يعني ضيعوا الرسالة. وصل موسى من الجبل حامل وصايا العشر، وقت لقى هالموضوع هيك صار كسر الوصايا العشر حتى. نعم. رجع طلع جابهم. فإذا بده يكون في مسؤول ومسؤول قوي. نعم. ما مش كل واحد يفتح على حسابه يعني. فالكنيسة من قبل هالمسؤولين هودي اللي اعلنوا رسميا انه هالكنيسة على اسم مار شربيل، هن زيتهم بطريقة رسمية وقانونية جابوا زخائر مار شربيل وحطوهم بهالكنيسة. نعم. عساس انه الناس تتبرك. تتبرك و... مار شربيل كون ونحن بدنا ننتبه تحمل الاسم. صحيح. وبدنا ننتبه ما بين الشفاعة وما بين انه القديس هو عم بيعمل العجيبة. نعم اكيد. احنا القديس مش هو اللي بيعمل العجيبة. ربنا. يسوع المسيح هو اللي بيعمل العجيبة بواسطة هذا القديس. نعم. فمنا ننتبه له. نعم. وانا بنادي الكل ان كان بلبنان او بالاردن او بالعالم العربي انه تعالوا لعمق الايمان. ما تجوا للمظاهر. ما تجوا فقط لاجل الشفاء. يا خيي قال عازر اللي قاموا يسوع من بين الأموات رجع مات. نعم. الإنسان اللي شفي من هالمرض رجع مرض ومات. نعم. هي صدق الإيمان هو الأساسي. وما تشيلوا من راسكم مدرسة الألم إذا بتريدوا. نعم. وقت عم تشيلوا من راسكم مدرسة الألم عم تشيلوا من راسكم مدرسة الفداء والقيامة. نعم. ما في قيامة بدون ألم. ويسوع المسيح قام لأنه تألم ومات. نعم. وانتو لتقدروا تقوموا مع يسوع المسيح بدكم تتألموا وتموتوا. مونسنيور، احنا ما بدنا كمان يعني نحكي للمؤمن او المشاهد انه ما بيقدر انه على موضوع الدخائر. الكنيسة اوقات الدخائر القديسين بتوزعها خاصة عند زيارة الاماكن الاضرحة والاماكن المقدسة، وبيحمل هذا الانسان هالذخيرة لبيته وبيصلي لعندها. هلا بدأت الكنائس انها تحمل هاي الدخائر كمان وتعمل لها مكان ومقام في كنائسها. هلا احنا ما بدنا نقول هون في خوف، لا بالعكس، هيك بيزيد الجماعة المؤمنة انها تصلي اكتر. لكن هل انت بترى ان الكنائس عندما تحمل هذه الرسالة ايضا انها تاخذ هذه الدخائر وتعمل لها مقامات في كنائسها،
يعني هذا ممكن انه يكون نوع من انواع التدخل في كنائس مثلا. انا بدي اسالك. تفضل. عندنا ذخيره رئيسة قديسة الوردية. نعم ماري ألفونسين. ماري ألفونسين. هل نحن عم ناخذ وهج الرهبنه الورديه منهم لحتى نحطها هون؟ لا، لكن عندك الذخيره وللناس اللي بتحب بالعمليه. نعم. نيه انا. نعم. باي نيه عم بعمل؟ نعم. وقت تكون النيه صادقه والطريقه كنسيه. نعم. ما حدا بخيف على حدا. نعم. لكن ما بدك تاخذ يعني تدخل على دور مؤسسه. إيه ما بيجي الاولى انها تحمل. ما بيجي انا هون في مثلا حد لورد، اجي انا اعمل مقام للورد وصير اعمل له احتفالات واعياده بوقت احتفالات مقام لورد العاملين. نعم. لا، بحافظ على علاقه بيني وبين الاخوه. ونحن جايين هون مش لنقشط المؤمنين من بعضنا. نعم. جايين هون لنساعد كلنا المؤمنين. نعم. فقضية انه الذخائر، انا ما ماني مانع انه تكون ذخائر منشر بالوين ما كان. نعم. بس تكون بالغاية الأساسية المنيحة، أنه نطلب شفاعة مار شربل وين ما كان. نعم. لأنه مار شربل بيسمع وين ما كان، مثل ما يسوع المسيح بيسمع. نعم. وين ما كان. إذا أنا إذا أنا بقدس هون وبعمل الإربان عندي وبحفظه ببيت الإربان، راح أقول للكنيسة البقوي ممنوع تقدسوا وتحفظوا الإربان عندكم؟ لا طبعاً لا. بس أنه العملية مش أنه أنا عم بعمل هالشي لجيب لعندي مؤمنين كتير، مش عم بعمل هالشي لحتى استفيد انا وضيق غيري، انا عم بعمل هالشي هذا لحتى كل المؤمنين اللي حوالي، لحتى المؤمنين يجوا يستفيدوا. نعم. بس ما مش الغي غيري. نعم. فانا ما ببانع. انت عم بتشوف انه عم بتصير شويه فوضى بهذا الموضوع؟ في فوضى شوي. عم بتلاحظ هذا الموضوع؟ في فوضى بس. وعم بتحاول تتدخل مثلا او لا؟ انا بما اني في هرميه. نعم. أنا بوعي الناس وفي مسؤولين كنسيين هن المعنيين أخذوا الموضوع على عاتقهم، وبكون أنا بشراكة معهم هن. نعم. ما بكون أنا بسمع لحالي قانون وبسمع لحالي اتجاهات وآراء، أنا لا، بفوت بالكنيسة الأردنية والكنيسة الأردنية مع بعضنا بنوصل لمخطط يقدر يدوزن الأمور ويروق العقول ويصنع السلام ويعطي مظبوط الامور بمحلها في قانون كنسي. نعم. كلهم يتصرفوا حسب القانون الكنسي. يعني انت اللي بتشوفه انه يعني ما عم الموضوع مش موضوع تنافس، الموضوع انه يكون في نوع من التنظيم والتعاون والحياه الروحيه كنائس مع بعض لبناء الحياه الروحيه للمؤمن، بحيث انه ما يكون في عثره لا قدام المؤمن انه تحيده عن رساله الكنيسه او رساله صحيح على الامور الصحيحه القديس في وجود ما نشوه نشوهش القضايا ونشوه القديس وما نسوي رساله يسوع المسيح. يعني انا ما يعني بس انه مثلا انا كان في كنيسه مارونيه نيابه بطريركيه مارونيه، انا برايي انا كنا نلتجي لها قبل ما نقرر اي شيء او قبل ما نعمل اي مهرجان باسم قديس شفيع الكنيسة، نجي لعندها ننسق نحن وياها ومن خلالها نجيب دخائر وناخدهم. نعم. نعم. بدون ما عم بأذي حدا وما عم بضرب حدا. وبدي أنا كمان من خلال نورسات أقول مش كل شغلة بيصدقوها الحكمة وبيعملوا تقارير فيها بتكون عجيبة. نعم. الحكيم ليس الدكتور الطبيب ليس هو المرجع الذي يثبت العجيبة. نعم. هو إكسبير، هو خبير. نعم. بيحق له هو بيعطيني تقريره هو، لأنه التقرير ما بيقول في عجيبة، التقرير بيقول أنه في شيء مثلا في شيء. نعم. في شيء صار عطاه الصحة لهالزلمة بس خارج عن قطاعنا الطبي. نعم. بس هو ما بيقول شو هو هالشي. نعم. يعني هذا انت عم تحكي بموضوع الانتشار قصص العجائب للقديسين، مش معناتها سجلنا عجيبة خاصة مع وجود الانترنت هلا والانتشار السريع، مش كل ما شخص قال صار معي عجيبة يعني صارت عجيبة. نعم. لا تعلن العجيبة بدها تتكون لجنة من كتير اختصاصية مش بس اطباء،
في قضايا قانونية بالكنيسة، في قضايا لاهوتية، في قضايا روحية، في قضايا اجتماعية وكذا، بيعملوا لجنة وبيعطوا آراءهم. ومش اللجنة بتثبت العجيبة، نعم. اللجنة بتعطى آراء وتقريرها للمطران، نعم. في أوقات المطران يثبت عجيبة، وفي عجائب بدها تروح على الفاتيكان لتتثبت، نعم. نعم. نحن مش إنه كل ما صرخ واحد بين الجموع صارت عجيبة، يعني صارت عجيبة. صح، هو بصراحة حضور ربنا بحياتنا بيعمل معنا أعاجيب يومية، لكن احنا عم نحكي هاي العجيب اللي الإربان أكبر عجيبة يومية بين إيدينا، يعني مش يعني هذا وجود الأعاجيب بحياتنا، إذا بننفتح وبنفتح وبندخل لأعماقنا وبننفتح على حضور ربنا وعمله في حياتنا، كل يوم فوق يعني 100 عجوبة بيعمل في حياتنا. فضل إنه هالأعجيب المربوطة بهالقصص هاي اللي يعني أوقات كتير بتكون لها أثر كبير للإنسان المؤمن، ببلش يقدس هالقديس ويحطه يعني استغفر الله محل الله. كمان فهذا خطر. كمان حيادي يعني احنا بنقول، لأنه كلياته في عنا ينبوع نحن اللي هو صحيح. المسيح هو الأصل الأعجوبة وأصل القداسة، صحيح. فهدول البشر ما هن إلا رسل أو شهادة لنعم ربنا الكبيرة على صحيح. الأرض، لأنه بشر اتقدسوا بهاي الحضور. في شغلتين أنا بدي ألفت نظري للموضوع. أنا وقت يجي لعندي اللي في ظهور أو عجيبة، بدي مرقه باختبارات، بدي مرقه باختبارات عقلية، بدي مرقه باختبارات مصلحة شخصية. يعني بيجيك حدا بيحكي لك أنا صار بدي مرقه عجوبة. بدي مرقه. وهلأ أنا إذا قال لي صار عجوبة ومش عم ينشرها، أنا بقول له صلي لربنا وخلي علاقتك مع ربنا، نعم. بس وقت بده يبلش ينشرها ويجمع الناس حواليا وهيدا، بدي مرقه باختبارات لحتى أكيد طبعاً. اختبارات عقلية، اختبارات مصلحة شخصية، اختبارات أرواح مش إلهية، نعم. ليش نسميه لأوصل للاختبار الإلهي الحقيقي، نعم. وبدي حط له قواعد بطريقة نشر الرسالة والشغل مع الناس طبعاً. وضوابط طبعاً. مش دغري بفتح. وأنا حتى بذاتي إذا صار معي شيء خارق الطبيعة، أنا ذاتي بدي خضع ذاتي لاختبارات لحتى روح بشر باسم الكنيسة، نعم. ما حدا يفكرني في ضوابط لهي المواضيع، يعني يفكرني غلط. نعم نعم، احنا واعيين لها، وان شاء الله يا رب تحقق كل اماني وتصير عجيب بكل لجميع العالم في تحقيق احلامه وامانه. ايه بس للغير يعني الانسان المؤمن بحاجه، بس حتى يعني انت اذا كنت عطوعزي، ايه بس انت اذا كنت عطوعزي او عم تشتغلي او كذا، كيف تقدري تعرفي اذا هذا روح ربنا او لا؟ صح، من النتائج والأجواء. إذا صار في أجواء كتير حدك انقسامات وخضات وكذا، بتقولي لا وقف، نعم. ما في يعني الهيئة ما في روح ربنا. نعم صح مزبوط. مونسنيور، إحنا كوننا قريبين من الأراضي المقدسة فلسطين، وأنت كاهن، هل ترى إنه خدمتك الرعوية بتحتاج منك إنك أنت تتنقل وعلاقتك مع الأراضي المقدسة؟ أوقات كتير نعم. نعم. بس هلأ عم جرب بالأول أنا مشي الرسالة بالأردن. بالأردن. وقت نوعا ما يصير فيه خلص تعودت على الأردن وصارت الرسالة ماشي، أكيد كمؤمن طموحي. نعم. زور الأراضي المقدسة. أنت عندك علاقتك بين النيابة الأسقفية هي في الأراضي المقدسة. النيابة بالقدس. نعم. بالقدس. وأنت. ومطران أصيل، مطران هو النائب بطريركي، مطران أصيل بحيفا كمان. نعم. والأراضي. فبتشوف إنه هالعلاقات ضرورية. ضرورية بين الكنيسة المارونية وبين الأردن والأراضي المقدسة. صحيح صحيح. خاصة عم نتربط مع علاقات وطيدة. صحيح. وهون المميز بالأردن أنه اسم الله أغلبية شعوب الشرق الأوسط موجودة بالأردن، يعني في تنوع، وأكيد كل ما بتكتشفي الفكر والمجتمع عن قرب بالأراضي المقدسة بالعراق، بسوريا، بلبنان، بفلسطين، بتنجح رسالتك بالأردن كمان. نعم. مونسنيور، احنا اجينا على اخر اللقاء الان لنهايته، فبحب يعني اذا في كلمة روحية تحكيها قدام المشاهد عبر قناة نورسات الفضائية
للمشاهدين إن كان مشاهدين مؤمنين كل أنحاء العالم أو تخص كمان الموارنة في كل أنحاء العالم. رسالة موجهة من الموارنة إلى كنيسة الأردن المارونية، وأيضا رسالة إلى الشباب الحاضر الآن. فميكروفون معك. شكرا. بحب أقول أولا التنوع غنى، وربنا خلقنا متنوعين لنكمل بعضنا البعض ولنعيش يسوع المسيح، لأنه يسوع المسيح شخص واحد ما بيقدر يعيشه كله. فعشنا اليوم بالإنسانية، بالمحافظة على البيئة، بطريقة التعامل الناس مع بعضهم، بحب خينا الإنسان الفقير والمحتاج لكل الأنواع مش بس الحاجة المادية. نعم. هي عايش رسالة يسوع المسيح. مشان هيك بقلهم أنه نحن بهالأردن هيدا رح نعزز هالرسالة هيدا. مشان هيك رح نكون موقع لكل العالم، لموارنة العالم، لمسيحيي العالم، لإسلام العالم، لكل الناس كمان اللي مش هني مسيحيه ولا اسلام. نعم. امبارح التقيت بالمقدس ببوذيين. نعم. فبدعي كل العالم اذا لقوا انه هاي الرساله اللي بدنا نمشيها هون بمر شربي للاردن بدهم اياها، اهلا وسهلا فيها، بنستفيد منهم وبيستفيدوا منا. حلو. وهيك وهيدي هي الرساله المارونيه. انا بقول لهم للموارنه كل ما تكبرتوا وتسكرتوا على حالكم وصرتوا تقولوا نحن فريدين من نوعنا، كل ما بتكونوا خسرتوا رسالتكم. نعم. وكل ما بتنفتحوا على العالم وبتحبوا كل العالم شو ما كان اساميهم وشو ما كانت اصنافهم والوانهم، كل ما انتم بتنتشروا وبتكبروا. نعم. فهالمكان هذا هو رساله لكل انسان بده يرتاح. لكل انسان بده يلتقي بربنا. لكل إنسان بده يعيش حياته الإنسانية ويعطي للإنسانية شيء. أهلا وسهلا فيك. تسلم. وللشاب أو الشباب الحاضر، الشباب ما يبرموا شمال ويمين كيف بدهم ينفذوا مواهبهم، يلتقوا بيسوع المسيح، ويسوع المسيح بيساعدهم لاكتشاف مواهبهم. وقت يكتشفوا مواهبهم اللي حطها يسوع المسيح فيهم ويبلشوا يحققوها، ببلشوا يعيشوا فرحانين. نعم. طول ما هن مضيعين الطريق، هو للشاب ليش بيضيع؟ لأنه عنده غنى مش عارف وين بده يحطه، عم يفتش شمال يمين، بيعلق بالمخدرات شوي، بيعلق بالنسوان شوي، بيعلق بالتشفيط شوي، بيعلق بالمشاكل شوي، على أساس أنه بده يفرغ طاقته، بس هو بيكونوا طرق ملتوية متشوهة، بيخسر حاله. نعم. تعال عند يسوع المسيح رح خليك تدق، رح خليك تعيش، رح خليك تلتقي بالآخر وتفرح، وهيك بتنتشي يعني. وهون الكنيسة المارونية هي حلوة، ومش بس للقاء المسيحيين الشباب المسيحي، للقاء الشباب الإنساني إن كان مسيحي وغير مسيحي. حلو. لأنه أنا بلتقي كتير بالأردن حتى بشباب مش مسيحية، وبتحس فيهم زخم الحياة. نعم. والإنسانية والحب. طيب هودي إن كانوا مسيحية أو مش مسيحية، أنا بالنسبة لي هو عم يعيشوا إنسانيتهم، فهودي نعم. لي يمكن نعم. أقرب من أي إنسان مسيحي مش عم يعيش إنسانيته. صح. أحياناً الشباب بحاجة إلى يعني إنسان أو أشخاص أو مؤسسة حكيمة إنها ترشدهم، وأوقات بضيعوا هاي الميزة، هن ما بيعرفوا وين يتوجهوا للإرشاد. فإحنا هيك موجودة الكنائس، أنا بفتح لهم أبوابي والكهنة الروحانيين إنهم يرشدوا هاي الشباب لما يحس حاله إنه ضايع وبدي يرجع للطريق. هو شغلتين من يعني نحن اللي نهتم بهالأمور ونكون متعاونين مع بعضنا وعارفين شو بدنا وحاطين برنامج لهالشبيبة ونبعث لهم شباب بأعمارهم يجيبوه لأنهم والشباب تجي، ما كمان الشباب ضايع لأنه صارت فيه عزوف. يعني أنت ما بتقدر تنكر العزوف الشباب عن الحضور الكنسي أو الحضور بس اليوم ما فينا نحن نجيب كل الشباب. يعني اليوم أنا عندي مواهب وعندي كذا، بس أنا ما فيني أشتغل لحالي،
صح بدك تعاون. لأني عنصر شباب شي اثنين ثلاثة عندهم الهمم وكذا، بتعاون أنا وياهم هن يجيبوا. نحن عشان هيك عبر قناة مرسات الفضائية منوجه هاي الرسالة للجميع، خاصة الشباب اللي بتحضرنا، إنها لما بتلاقي إنها بحاجة لهذا الإرشاد وإنها بحاجة لإنها ترجع للطريق الصحيح، إنها تعود للأصل للينبوع، صحيح، لكنيسته، لراعي كنيسته، لأنه راح يلاقي عنده الحضن الدافئ منه، حضن أبوه السماوي وأمه العذراء، صحيح، مريم العذراء. فنشكرك مونسنيور للقاء الحلو، للكلام الروحاني العميق اللي استفدنا منه، ونتمنى لأهل الكنيسة المارونية ولحضوركم الفعال في الأردن خدمة رائعة مميزة لتحقيق كل هالأهداف والطموحات اللي انت خبرتنا عنها. إن شاء الله خير. تسلم يا رب، ونضل على تواصل إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يزيد العمل والفعل في حقله إن شاء الله، لأنه الحصاد كثير والعمل قليل. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء.